تاني ابلكيشن اسمه الريدر رايت. الريدر رايت ابلكيشن او بروجرام. هتقول طب ما هي دي بروديوسر كونسيومر بس يعني هم برضه كده يعني. لا الحقيقه العمليه مختلفه شويه. في ايه؟ دلوقتي لو انا عندي داتا ايتم واحد بيريد يعني ايه؟ يعني بيشوف الفاليو بتاعته. صح؟ بيريد. يعني ما بيغيرش حاجه في الفاليو. صح؟ بيغير ايه؟ بيقرا ريد الفاليو بس. طيب اللي بيعمل رايت بيعمل ايه؟ ده بيغير الفاليو. صح؟ بيغير الفاليو. فاحنا بنقول ايه؟ عشان يبقى الشغل مظبوط ممنوع اكتر من واحد يعملوا رايت في نفس الوقت. يعني الميتوال اكسكلوزيف عندنا هو مين؟ هو الرايت. صح؟ ممنوع اكتر من واحد يعمل زي اللي احنا بنقول عليها في الداتا بيس كده. يقول لك الداتا بيز ممنوع اتنين يعملوا ابديت في الداتا بيز في نفس الريت في الداتا بيز في نفس الوقت. صح؟ ما ينفعش. لكن 200 واحد يعملوا ريت مفيش مشكله. ما هي نفس الفرق. صح؟ 200 كذا واحد يعملوا ريت مفيش مشكله. ما هي نفس الفاليو. ومش بس كده احنا عايزين كمان لو حد بيعمل ريت وجاي حد يعمل رايت الرايت ينتظر. لانه مش ما ينفعش يعدل وحد بيعمل ريت. والعكس بالعكس. الرايت الرايت وهو بيعمل رايت لازم يقفل على مين؟ الريد. على الرايت الاخر مفيش حد يعمل رايت معاه ومفيش حد يعمل ريد لغايه ما يخلص الرايت. فاهمين الحكايه؟ يعني الريدر بيعمل ايه؟ يمنع الرايتر التانيين لكن يسمح للريدرز الايه؟ الاخرين. الريدر لو حد بيقرا وحد عايز يعمل ريد تاني اوكي خش يعمل ريد. صح؟ وحد عايز يعمل رايتر لا اوقف ما ينفعش انا بعمل ريد اما اخلص الريد بنت اعمل رايت. بينما الرايتر حد تاني عايز يعمل ريد او يعمل رايت لا اوقف ما ينفعش. صح؟ عشان كده نقول ان البروبلم ده يسمح بمالتيبل ريدر لكن سنجل رايتر. مالتيبل ريدر لكن سنجل رايتر. كان طبعا ده مش زي البروديوسر كونسيومر. بروديوسر كونسيومر مالتيبل ريدر او سنجل بروديوسر سنجل اللي هي اثناء الاضافه والحرق هم واحد. مش كده؟ هنا بقى لا ده احنا ايه البروبلم فيها تفاصيل مختلفه يعني. فيها تفاصيل ايه مختلفه. طب هيحلوها ازاي التفاصيل المختلفه دي في الاول؟ مالتيبل ريدر اهي سنجل هيحلوها ازاي؟ قالوا بقى هنستخدم برضك هنا حل للمشكله دي تو سيمافور بالاضافه للانتجر كاونتر. واحد منهم ميوتكس اللي هو 1 و 0 اللي احنا قلنا عليه الميوتكس بتاعنا ده باينري. واحد تاني برضك باينري اسمه ار دبليو ميوتكس. في ميوتكس وفي ار دبليو اي ميوتكس. طبعا هنشوف الفرق ما بينهم. ده بيستخدم في ايه؟ ده بيستخدم في ايه؟ لكن كده كده عندنا كاونتر بيعد لي كام واحد بيعملوا ريد دلوقتي. كام واحد بيعملوا ريد عاملين كاونتر لمين؟ للريد. لكن مفيش كاونتر للرايتر. خلاص مش محتاجين كاونتر للرايتر لانه لا 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 لكن الريدر لازم يبقى فيه كاونتر نعرف كم واحد بيعملوا ايه؟ ريد. وعندنا توصي مفهومه. عندنا ايه؟ توصي مفهومه. واحد اسمه ريد رايت ميوتكس والتاني ميوتكس العادي. دول باينري سيمافور. طيب قبل ما اخش في الشرح طبعا هنشوف الكود بتاع الريدر هيبقى عامل ازاي والكود بتاع الرايتر هيبقى عامل ازاي. لو البروسيس دي ريدر نكتبها هنكتب فيها ايه ولو هي رايتر هنعمل فيها ايه. اوكي دي او دي. هسالكم سؤال متوقعين مين اللي يبقى الشغل بتاعه اكتر يعني الكود بتاعه اكتر الريدر ولا الرايتر؟ الناس بتقول الرايتر عشان الرايتر عايز يمنع الايه؟ الريدر. الريدر ويمنع الرايتر. بينما الريدر اسهل شويه لما يمنع الرايتر بس. خلاص؟ الحقيقه الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ هقول لكم ليه مش مظبوط. دلوقتي لو واحد رايتر دخل يكتب وقفل عليه الباب عشان ما حدش يخش معاه. اي حد هيخبط عليه ما يخشش.
صح؟ لما خلص يبقى تخش. لكن الريدر الذي بيشوف مين اللي بيخطط، صح؟ لو اللي بيخبط ده ريدر يدخله، لو اللي بيخبط ده رايتر يدخلوش، يبقى مين الاصعب بقى؟ الريدر. لكن الرايتر ده العمليه سهله بالنسبه له، دخل وقف عليه الباب، لما اخرج حد يخش، صح؟ فقف عليه الباب، اللي يخبط يخبط، صح؟ اللي يخبط يخبط، ريدر رايتر مفيش مشكله. لكن الريدر لو حد خبط عليه لازم يفتح يبص هو مين اللي بيخبط. ريدر خش، رايدر انتصر. وفعلا ده اللي هنشوفه ايه مع بعض. شوفوا هنا الرايدر حكايته سهله ازاي، حكايته سهله خالص. بيخش يعمل ايه؟ ميوتكس ار دبليو، يعني يقفل على مين؟ على الاثنين، على الريدر والرايدر، ويخش يكتب ويخرج يعمل سيجنال، قفل الباب وهو داخل، فتح الباب وهو خارج، وخلاص. وهو داخل في كذا واحد رايتر، خلاص اللي عليه الدور طبعا في كذا واحد، يبقى هينتظر في الكيو، هينتظر في الكيو، اللي عليه الدور يخش يشتغل، مش كده؟ اللي جاي بعد كده ريدر رايتر دخل يقف في الطابور، صح كده؟ يبقى الرايتر سهل خالص. تعال نبص بقى للايه؟ للاستاذ ريدر. شوف الكود عامل ازاي؟ كتير بقى كان ايه؟ لانه هيقعد ينقي انت مين اللي جاي؟ فبيعمل ايه؟ بص دو اهو، بيعمل ويت للميوتكس. بالمناسبه الميوتكس ده ليه؟ عشان هيستخدم شيرد فاريبل، اللي هو مين؟ اللي هو الكاونتر اللي بيعد لي كام؟ كام ريدر؟ الكاونتر اللي بيعد لي ايه؟ كام ريدر؟ فهو بيعمل كده، بيقفل ميوتكس خلاص عشان يعمل ريد كاونت بلس بلس. يعني الميوتكس ده ايه؟ ده سيمافور للكاونتر. بينما الريد رايتر ده اللي هو سيمافور بتاع التعامل مع الايتم نفسه. ميوتكس زي ما كان ميوتكس هناك التعامل مع البفر نفسه. طيب عمل ريد كاونت بلس بلس، زودنا اللي بيقروا واحد. شوفوا بقى هنا سأل سؤال مهم قوي، ايه هو؟ ايه هو؟ جه قال لك ايه؟ اف ريد كاونت بتساوي واحد اعمل ايه؟ اعمل ويت لريد رايت ميوتكس، خلاص؟ وبعد كده بيعمل سيجنال للميوتكس نفسه اللي هو ايه؟ اللي كان بيتعامل بيه على الكاونت. طب معناه ايه دوت؟ معناه ايه الريد كاونت بواحد؟ معناه ان دوت اول ريدر، اول بروسيس داخله تعمل ريد، صح؟ فهي اللي هتبقى عليها مسؤولين ايه؟ انها تقفل الباب، مش كده؟ تقفل الباب على الرايدر اول واحده. لكن لو انا الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، العاشر، كده كده الباب مقفول على الرايت. عشان كده فهمتوا بقى؟ يبقى الريد كاونت ده لو هو بواحد يبقى ده اول ريدر. يبقى انا مطلوب عليا ان انا اقفل الباب. على مين؟ على الرايت. فهو بيقفل الباب على الرايتر بايه؟ بان هو بيعمل ويت ريد رايت ميوتكس. اوكي؟ خلص وفتح العداد، السيجنال بتاع العداد الميوتكس العادي. وراح عامل بعد كده مين؟ ريد للايتم اللي عايز يقراه، خلاص؟ وخلص الاكل. وهو خارج هيعمل ايه؟ هينقص العداد بواحد، مش كده؟ فلازم يقفل السيمافور بتاع العداد اللي هو مين؟ ميوتكس برضك. فبيعمل اهو ويت للميوتكس تاني. وبعدين ريد كاونت ماينس ماينس، عكس اللي فوق، مش كده؟ وبعدين يجي يسال بقى سؤال، هو ريد كاونت بقى بزيرو؟ يعني ايه ريد كاونت بقى بزيرو؟ يعني دوت اخر ايه؟ اخر ريدر، مش كده؟ يروح فاتح الباب لمين؟ للرايتر. ازاي؟ سيجنال ار دبليو ميوتكس. اوكي؟ وطبعا كده كده بيعمل سيجنال لمين؟ للميوتكس بتاع العداد كمان. فهمتوا الفكره؟ شفتوا بقى هنا؟ يبقى هنا الريدر عليه عبء اضافي. ليه عليه عبء اضافي؟
لانه هو لو اول ريدر عليه عبء ان يقفل الباب، اخر ريدر عليه عبء ان يفتح الباب، في النص خلاص هيخش من صاحبها بيزود العداد وخلاص، وهو خارج من نقص عداده وخلاص. لكن اول ريدر لازم يقفل الباب على الرايتر، واخر ريدر يفتح الباب للرايتر اللي هم منتظرين، مش كده؟ فهمتوا الفكره؟ وفهمتوا ليه الريدر عليه مسؤوليه اكبر من الرايتر؟ عشان كده يبقى الابلكيشن ده كمان نجح باستخدام السيمافور ولا لا؟ نجح باستخدام السيمافور. طب نروح للابلكيشن الثالث. طبعا كده هو بس طبعا هنا بيقول لي حاجه بقى، بيقول لي طبعا انه الابلكيشن ده على الورق كده ماشي مظبوط، لكن ممكن يحصل بعض الكريتيكال كيسز. يعني ايه؟ ممكن الرايتر يتهضم حقه. ازاي الرايتر يتهضم حقه؟ قولوا لي بقى، هبقى ماشي بالطابور وبالترتيب وكل حاجه لكن الرايتر يتهضم حقه ازاي؟ انه كده مدي اولويه للريدر عن الرايتر، صح؟ لو الريدر ما بيخلصوش، صح؟ بيسلموا بعض. فبمش يعني واحد دخل ريدر وخلاص بقى سرسبه وراه. ريدر 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 ريدر، يجي اي رايتر الباب مقفول. صح؟ فدي طبعا المشكله الاساسيه. لازم ايه؟ يبقى ليها ايه؟ يعني حلول جانبيه. يعني لازم يبقى ايه؟ نعمل بقى كلول ريدر غير كلول بتاع الرايتر. حاجه زي كده. ونشوف التايم اللي جه في الريدر منين والتايم بتاع الرايتر، عشان مثلا ايه لما يجي رايتر نقول ايه بقى مثلا؟ اول ما يجي رايتر نوقف كل اي ريدر بعد كده. طالما في رايتر بيسلم يبقى ما خلاص اللي موجودين نخلص منهم وما يخشش ريدر تاني. بس برضك حتى كده اهوت ممكن نفس الكلام، يعني يبقى ايه الرايتر ما بيخلصوش. الريدر هيتضرب. فطبعا لازم نكمبرومايز الموضوع ده بشكل او باخر عشان ده طبعا ايه ما يمنعش ان هو نفسه يعني ايه بشكل عام حل كويس، بس انا قلت ما خلي بالي ما يحصلش التربيشن سواء للريدر او للرايتر. طيب نروح للمشكله الثالثه والاخيره. المشكله الثالثه بتقول لي ايه بقى؟ ايوه عايز اسكت شويه عشان انا مش سامع الدوشه اللي بره اكتر من صوت. لو حليت فكره ان الريدرز بيخش كتير وان الرايترز بيخش كتير حليتها. لو في اثنين ريدرز جوه لازم الرايتر يستنى عشان دول يخلصوا. يخلصوا. انا بقول ايه؟ لازم على الاقل استنى اللي موجودين. بس ممكن اقول ايه؟ مش هسمح للريدر تاني يخش والا مش هنخلص بقى. باوندر ازاي؟ لا هو هيخش بيه. هو انت بتصورني يقعد يقرا، يعني هيقرا ده الناس كلها هيخش يعمل اوبريشن واخرج. طيب هباوندد. بس هي النقطه كلها انه باوندد ايه؟ ما هو ممكن اما يجي يخلص قبل ما يخلص بحاجه بسيطه يجي ريدر تاني. ده يخلص تالت الرايتر مش عارف يخش. الرايتر مش عارف يخش. طيب نروح للمشكله الثالثه وهي ايه؟ الدايننج فلوسفر. الدايننج فلوسفر دي بتعمل ايه؟ دي عباره عن مجموعه من الفلاسفه بيتعشوا او بياكلوا بصفه عامه، مش لازم يتعشوا بالذات. الفلاسفه دول المفروض ان بقى فلاسفه بقى فكل حياتهم ايه؟ لا بيفكروا لغايه ما يجوعوا يروحوا ياكلوا شويه وبعدين يرجعوا يفكروا تاني. فلاسفه ولا بيناموا ولا بيصحوا ولا كده. ماشي ما علينا. اوكي؟ فعشان اما يجوعوا يلاقوا اكل فحاطين لهم في نص الترابيزه وهم قاعدين على الترابيزه ايه دوره. حاطين لهم في نص الترابيزه ايه؟ طبق رز. طبق رز بالنص. اوكي؟ فاللي يجوع ياخد شويه رز ياكل بيهم ويرجع يفكر تاني. بس كده؟ بس بقى الفلاسفه دول صينيين يابانيين ما تعرفوش يعني ايه؟ بياكلوا بنظام العصيان دول. الشوبستيك ديت. اوكي؟
فهما ايه؟ سلم لهم العصيان معاهم، ولما يجوعوا يغرفوا شويه رز عندهم في طبقهم وياكلوا. بس بقى كان نوع من الترشيد، هم المفروض ان هم مثلا ايه في المثال ده خمسه فلاسفه، المفروض ان هم يدوهم ايه 10 عصيان كل واحد معاه كده. فنوع من الترشيد ادولهم ايه؟ خمس عصيان بس. ليه؟ قال لك هو انا هديهم عصيان بزياده ليه اذا كانوا ما بياكلوش في كل فين وفين؟ فكل واحد عنده عصايه ايه على يمينه وعلى شماله، بس العصايه اللي على يمينه شيرت مع الايه؟ مع الفيلسوف اللي على يمينه، والعصايه اللي على شماله شيرت مع الفيلسوف اللي هي على شماله. اوكي؟ فاللي عايز ياكل لازم ياخد العصايه اللي على يمينه وعلى شماله عشان يعرف ياكل. بس بشرط يكون اللي على يمينه ما بياكلش ولا اللي على شماله ما بياكلش. هتقول ايه واحنا علاقتنا بالموضوع ده ايه؟ احنا جايين ناكل هنا ولا جايين نتعلم ولا ايه؟ او على الاقل اختار الكلام ده بالكمبيوتر. لا، علاقه الكلام ده بالكمبيوتر ان ساعات بتبقى فيه ريسورس شير. زي بالظبط كده يعمل لك معمل فيه 20 جهاز وجايبين لهم برنتر واحد او اثنين برنتر. هو نفس الكلام العصام. ليه؟ هو الناس يعني عماله تطبع ال 20 واحد بيطبعوا طول اليوم؟ لما يجي يطبع هيطبع. فمش لازم يكون، فعشان كده موفرين في العصيان. اي نعم العصيان دي تلاقيها رخيصه جدا يعني ارخص من الرز دي. لكن ده مثال، ده مجرد ايه؟ اكزامبل كده. عايزين نشوف نضمن ازاي انه ما فيش اتنين يتخانقوا على العصايه اللي على اليمين ولا على الشمال عشان يعرفوا ياكلوا، وان ما فيش فيلسوف هيموت من الجوع. بكلمة على فكره كلمه السربيشن دي معناها كده. كلمه السربيشن اللي بيطلعها من القاموس معناها المجاعه او الموت وجوع يعني. فاحنا عايزين انه يبقى السيستم يسمح انه ايه؟ الفلاسفه تفكر وتاكل ومفيش حد منهم يموت من ايه؟ من جوع. اوكي؟ طب هيعملوا الكلام ده ازاي؟ قالوا هنعمل عدد من السيمافور بعدد العصيان. كل عصايه يبقى ليها ايه؟ سيمافور بايو. بحيث ان نقول العصايه دي مستخدمه ولا فري؟ مستخدمه ولا فري؟ طبعا في الاول كلهم جوا حايد. فاللي هيعمل ويت قال العصايه اللي جاي بعد كده يعمل ويت ينتصر. تمام؟ واللي يخلص العصايه يعمل سيجنال عشان لو في حد منتظر يرجع ايه؟ ياخد العصايه. اوكي؟ فده فعلا اللي عملوه. وعملوا لنا اهو الريج اوف سيمافور. الريج اوف سيمافور. شوف الستيك ديت اللي هي ايه؟ العصيان. الريج اوف سيمافور عددهم خمسه عشان هم خمسه ولا ثلاثه. طبعا نفس الفكره ممكن تطبق خمسه، بيبقى رقم دايما فرق خمسه، سبعه، تسعه، 11، ايا كان. ثلاثه حتى. فبيعملوا ايه؟ الريج اوف سيمافور بالعدد السيمافور. وبعدين طب السيمافور يعمل ايه؟ كل اللي مطلوب منه ان هو يعمل ايه؟ ويت ليمينه ولشماله وبعدين ياكل. وبعدين سيجنال ليمينه وشماله ويروح يفكر. كل سيمافور، كل فيلسوف دي رقم. فبيعمل ويت للجوستيك نمرة اي في الدراسة. ده سيمافور فيلسوف نمرة اي. فبيعمل ايه؟ بيعمل ويت للجوستيك نمرة اي، ونمرة اي بلس 1. بس نمرة اي بلس 1 موديولس 5 ليه؟ عشان الترابيزة مدورة بقى، مش كده؟ يرجع ياخد ايه؟ ما هو الفيلسوف نمرة 1 هياخد 1 و2، نمرة 2 هياخد 2 و3، مش عارف نمرة لغاية نمرة 5 ياخد ايه؟ 5، ومفيش 6 بقى ياخد 5 و1. او لو اشتغلنا بقى طبعا بروجرامنج وايد نبتدي من زيرو، فهيترقموا من زيرو لايه؟ لاربعة. فنبقى أربعة، فلسفتنا أربعة هياخد أربعة وإيه؟ وزيرو. أوكي؟ فده الإيه؟ الموجود أهو. فبيعمل أهو ويت جوستيك أي، ويت جوستيك أي بلس 1 مودولس 5، وبعدين ياكل. طب لو هو العصيان مش متوفرة، الويت هتخليه إيه؟ يخش الكيو ينام. صح؟
ولما ما اللي بياكل يخلص اكل يرجع يصحوه ياكل. لو هما اثنين على عصايه واحده كل عصايه ليها عليها اثنين بس. فاويت ونفس الكلام تمستيك اي بلس 1 مودولس اي 5 وايت. وبعدين هو خارج يعمل سيجنال لده وسيجنال ايه لده ويروح يفكر خلاص. فطبعا كده برضك ايه موضوع السيمافور ايه نفع مع حكايه الفلاسفه اللي عايزين ياكلوا الدايناميك فلسفه. المهم ان هو قال لك بقى كده ملاحظه كده جانبيه ونفكر فيها احنا اللي هي ايه. قال لك برضك الالجوريزم ده ممكن الامبلمنتيشن تعوق الدنيا ازاي. افرض ان الفلاسفه واحد بياخد يمين شمال والتاني خد شمال يمين هيتخانقوا على ايه؟ على في النص. هو لا هياكل ولا هياكل. يعني اللي خد يمين شمال خد اليمين ومستني الشمال. والتاني بياخد شمال يمين اشمل بقى ولا حاجه. فخد الشمال يمين يبقى اللي في النص ايه؟ هيتخانقوا عليها ولا ده كل ولا ده كل ومعطلين الناحيه التانيه كمان. فالالجوريزم ده محتاج برضك ايه؟ التطبيق يكون سليم بالترتيب زي ما عملنا في السيمافور الاولاني بتاع الاس والكيو. مش كده؟ لازم الاثنين لو قالوا يعني الـ مش عارف انا متهيألي محل النهايه ما شرحتلكمش الدبلوج اللي فات دوت اللي حصل في بدايه قبل ما نشرح البروبلمز. لان واحد عمل اس كيو والثاني عمل كيو اس مش كده؟ دي كان حلها ايه؟ يبقى في ترتيب لطلب السيمافور. لو الاثنين بيطلبوا اس كيو اس كيو يبقى الاثنين داخلين على الاس، واحد هياخده والثاني هينتظر. والثاني واللي خد الاس هيخش على الكيو هيكون فاضي ياخده ويخش يشتغل. ويعمل سنه لما يخلص يوم الثاني اللي كان منتظر يشتغل. يبقى ده النظام اللي كان المفروض يبقى موجود في حاله الدبلوج. هي نفس الكلام. لو كلهم شغالين يمين شمال مش هيحصل مشكله. اوكي؟ لكن لو واحد يمين شمال واحد شمال يمين تحصل مشكلة، هيتخانقوا في النص ويحصل اللوك. المشكلة التانية مش عارف بقى أفكروا فيها كده، يعني في مشكلة تانية. تعالوا نفكر فيها. إيه؟ تخيلوا إن كل الفلاسفة جاعوا في نفس الوقت. كلهم يعني صدفة جاعوا كلهم في نفس الوقت، إيه اللي هيحصل؟ في اثنين هياكلوا وثلاثة لأ. قول انت ايه؟ انت قلت اقتراح انك ايه؟ هو بيقول ايه؟ في اثنين هياكلوا وثلاثة لا. لا انت كلكم دخلتوا على الحل. هو قال لك ان في مشكلة. الأول نشوف المشكلة الأول. إيه المشكلة لو كلهم جاعوا في نفس الوقت؟ ها؟ مفيش ريسورسز كفاية في نفس الوقت. أيوه خليك برضه ما تتكلمش أنت دايما براكتيكال أوي. خليك الأول على مشكلة الفلاسفة. مفيش حد هيك صح؟ لو كله جاب لان كله هياخد اليمين 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 كله يجي ياخد الشمال يلاقيها مشغوله كده مفيش حد هيك صح؟ اللي هو طبعا قال عليها مفيش لص مش بس يعني ايه نفسرها بس البروبلم هنا ان كلهم كل واحد خد نص الريسورس وما خدش الريسورس التاني وبالتالي هنا ايه؟ كلهم هيحصل سربيشن ماركت صح؟ يبقى هي دي الايه؟ المشاكل اللي بيكون عليها ايه؟ تحت. طيب نخلص من السيمافور بايه بقى؟ السيمافور فكره كويسه قوي وحلت البيزي ويتنج والباوند ويتنج قبل كده تمام؟ وسهله في التطبيق خلاص؟ لكن برضك سهله في الايه؟ في انه الامبلمنتيشن تبوظ الدنيا. سهله في التطبيق لكن التطبيق عليه اهميه كبيره. زي ما جه يقول لك كده القانون كويس بس المشكله في التطبيق، تطبيق القانون. السيمافور كرولز كويس. لكن لو انا ما خدتش بالي وانا بعمل له امبلمنتيشن ممكن يبوظ الدنيا زي ما شفنا الفلاسفه وهمت وشفنا قبل كده موضوع الريدر والرايتر مش كده؟ لو التطبيق ما كفى. فهي بقى زي ما تقول لك ممكن تحل بقى تعمل بريورتي كيو بس بره البريورتي كيو صرف يعمل استربيشن. ان في حد ايه؟ البيروت بتاعته ضعيفه صح؟ تخيلوا كده واحد البيروت بتاعته ضعيفه والبيروت عاليه بيخش يشتغل. طيب اللي جاي بقى الضعيف ده لو البيروت بتاعته قليله دوت كل ما يجي يشتغل يلاقي حد البيروت بتاعته اعلى جاي يخش الاول يخش الاول
خش الاول، خش الاول، يبقى هو مش هيشتغل خالص. ممكن البريورتي تبقى تايم باوند. طب هو يرجع لورا. ده الافكار اللي احنا هنشوفها مع بعض. الافكار دي بقى لما تخش في السيميو سكادول هتشوف بقى ان فيها ممكن يعمل بريورتي. فيعمل كده. ان هو ايه؟ لما ينتظر البريورتي بتاعته مالها؟ تعمل. البريورتي بتاعته تعمل. وبالتالي كده يبقى عنده امل ان هو ايه في يوم من الايام هيشتغل. صح؟ طيب عموما خلاص المشاكل اللي موجوده عندنا هنا هو ايه؟ بصوا كده مشاكل التطبيق اللي هي ايه؟ تخيلوا البروجرامر وهو بيكتب بدل ما يكتب ويت وهو داخل سيجنال وهو خارج عكس. هيخش على بعض. صح؟ مفيش فيجوال اكسبلوز بس. وبعدين بعد ما يخلص برضك مفيش حد يخش بعديه. فبوظ الدنيا. صح كده؟ وهو داخل عمل سيجنال بدل ما يعمل ويت فبدل ما بيقلل العداد عشان ينتظر الناس اللي جايه لا ده بيزود العداد فاللي جاي بيخش فكده كذا واحد دخل في البيت في الايه في الفيتريس اللي الصبح وهو خارج طبعا عكس الدنيا. طب واحده ثانيه مثلا قال لك ويت وهو داخل وهو خارج عمل ويت او نسي يعمل سيجنال ايا كان يعني برضك نفس المشكلة. يبقى هو دخل يشتغل ومفيش بروجرس. مش كده؟ مفيش بروجرس. يبقى ايه مش هيشتغل؟ البروجرس نام. أو زي ما قلنا كده إن هو إيه؟ ينسى واحد من الاثنين. ينسى يعمل ويت وهو داخل. أو ينسى يعمل سيجنال وهو خارج. تعمل إيه مشكلة؟ طبعًا ده بالإضافة لمين؟ للدلوفر ستربيشن اللي إحنا قلنا إيه؟ عليهم في الأول قبل ما نشوف البروبلمز. اوكي واللي هي كلها مشاكل تطبيق. السيمافور كفكره كويسه جدا لكن التطبيق هو الايه المهم عشان يحقق الغرض منه مع الكريتيكال سيكشن ايه بروبلم. عشان كده بنرجع لمين؟ للاستاذ مونيتور. مونيتور ده اسمه خامس مش هناخده احنا. اوكي ده وظيفته يعمل ايه؟ بيعمل الموضوع بس يخلي البروجرامر دوره اقل بحيث انه ما يتعرضش للغلط. يعني هو اوتوماتيك كده بيعرف حاجه زي السيمافور كده المونيتور ده وبعدين هي اوتوماتيك الويت والسيجنال كانها بتتعمل اوتوماتيك. ما ينساش بقى ما ينساش ومرتبهم بترتيب معين لو في كذا سيمافور بيمشي بترتيب معين عشان ما يتلخبطش. احنا بقى مش هنخش عليه نكتفي كده بالحلول اللي احنا شفناها دي ونبقى احنا كده خلصنا كمان شابتر 5 ونبقى احنا اللي عندنا اللي بعد كده شابتر 6 اللي هو ايه نبتدي فيه ان شاء الله من المحاضره اللي جايه. وطبعا يعني عشان اعرفكم اللي انا عارف ان الامتحانات الميد ترم هتبتدي يوم 27. امتحانات هتبتدي يوم ايه؟ يوم 27. يعني يوم السبت اللي بعد الجاي بس وارد جدا عشان الاعداد عندنا سنه اولى وثانيه كتير ممكن تداول امتحانات تبتدي يوم خميس مثلا. قبليها بس ده اولى وثانيه ثالثه لا ما اعتقدش ثالثه هتبقى زي ما هي ايه؟ تلاقي من يوم السبت. فالمهم احنا عندنا من الترم لغايه فين؟ شابتر 5 لغايه شابتر 5 لغايه ما خلصت دلوقتي. احنا على كده من الاول وطبعا وفقا للسيناريو بس. المره الجايه بقى ممكن ايه؟ نتكلم شويه على شابتر 6 كده نخش يعني بتكلم على الامتحان. يعني انا بصوا انا في بالي ان انا ايه مش هاخد المحاضرتين الجايين يعني واحده من الاثنين اخد بس منهم واحده. نتكلم على الميد ترم شويه ونبتدي سنه كده في شابتر 6. لا ما نتفق من دلوقتي. نتفق انا عملت الموضوع ليه عشان نتفق من دلوقتي. تخليها الحد ولا تلات المحاضرة والديسكير التانية؟ حد. هي سبت ايه؟ المحاضرة حد او تلات دي جيت سبت ايه؟ حد ولا تلات؟ حد. خلي بالكم من حاجة بس لازم تكون مذاكرته عشان ايه؟ عشان تسألوا مش كده؟ أنا شخصيا لو تسألوا رأيي أقول لكم لا خليها التلات. ليه؟ الحق تذاكروا يعني. فها اخر كلام حد ولا تلات؟ تلات. حد ولا تلات؟ تلات. حد؟
خليها حد. طيب خلاص يعني حد الاغلبيه. يبقى المحاضره يوم الحد اللي جاي هتكلم على الميد تيرم شويه تمام، وبعدين نبتدي كده ايه جزء بسيط من شابتر ايه تمام. وشكرا المحاضره دي. شكرا. يا ابني صاحب المايك، يا ابني صاحب المايك يا ايه؟ غسلت شحن خلاص. انت غسلت افصل وقفت؟ لا وقفت.